بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع محمد نور. النهاردة إن شاء الله هنواصل سرد باقي حلقات رواية بطاقة ذاكرة. النهاردة إن شاء الله هنشوف الحلقة التاسعة من الرواية ونشوف إيه الأحداث الجديدة اللي تمت فيها. واضح جدا إن الأحداث مثيرة جدا وملتهبة جدا ومشتعلة جدا. يلا بينا نشوف الحلقة التاسعة من رواية بطاقة ذاكرة ونشوف ايه الأحداث الجديدة اللي موجودة عندنا النهاردة. جلست والدة هاني واجمة والحزن قد كسى وجهها حتى انها لم تشعر بوجود زوجها بجانبها الا حين ربت على كتفها قائلا: الى متى ستظلين على هذا الحال؟ نادية وهي تتنهد: الحمد لله على كل حال. يسري: نادية، إن سمير في حاجة شديدة إلينا، فلو استسلمنا لهذا الحزن لن نستطيع أن نقدم له أي شيء. نادية: وماذا تريدني أن أفعل يا يسري بعد تلك الحالة التي وصل لها ابننا؟ يسري: يجب أن نظل متماسكين حتى لا يشعر بذلك الحزن الذي يتملكنا فينهار أكثر وأكثر. نادية: هل رأيته اليوم؟ يسري: إنني قادم لتوي من عنده الآن. نادية: وكيف حاله؟ يسري: الحمد لله لا جديد. نادية: كنت أود أن أذهب إليه لولا ذلك الالتواء اللعين الذي أصاب كاحلي منذ سقوطي بالأمس. كم أنا أشتاق لرؤيته. يسري: بإذن الله ستذهبين إليه بعد شفائك. نادية: ألم يقل الأطباء أي جديد بشأن حالته الصحية؟ يسري: هناك حالة من الاستغراب تتملك الأطباء حياله، فهم على يقين بأنه يستطيع النطق بصعوبة، إلا أنه لم ينطق بحرف واحد حتى الآن. نادية: وبما فسر الأطباء ذلك؟ يسري: يعتقدون أن الحالة النفسية التي أصابته لها تأثير مباشر على عدم رغبته في الحديث، بالرغم من قدرته على ذلك. نادية: آه، لو أعرف ما الذي حدث وما السبب في إصابته تلك. صمت يسري قليلا وهو ينظر إلى الأرض وبدا وكأنه يفكر بعمق، ثم التفت إلى زوجته قائلا: ألم يشتكي لك من أي شيء خلال الأيام الماضية؟ نادية: إطلاقا، لقد كان طبيعيا، إلا أنني قد لاحظت أنه منذ بضعة أيام بدا عصبيا بعض الشيء. يسري: هل كان ذلك طوال الأيام الماضية؟ نادية: لا، كان ذلك في تلك المرة التي ذكرتها لك فقط، لكنه كان طبيعيا بعد ذلك. يسري: ترى هل حدث بينه وبين ميسة شيء ما كان هو السبب فيما أصابه؟ نادية: يا يسري، ما من منزل لا يخلو من خلافات ومشاحنات بين الأزواج. يسري: إنني لا أقصد خلافات أو مشاحنات كتلك التي تحدث كالعادة بين الأزواج. نادية: إذن ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده؟ يسري: ألم تفهمي بعد ما أقصده؟ إنني أقصد مشاكل العلاقة الحميمة. نادية وهي مقلقة مترددة بعض الشيء: وكيف لي أن أعرف ذلك؟ يسري: ألم تلحظي أي شيء عليه سواء من أفعاله أو من خلال أي حديث دار بينكما؟ نادية وهي تفكر قليلا: لا، لم يقل أي شيء بخصوص هذا الموضوع، ولم يبدو من تصرفاته ما يوحي بذلك. يسري وقد أخذ يفكر بعمق أكثر، ثم قال لها: أعتقد أن السبب في هذه الحالة يتأرجح بين احتمالين لا ثالث لهما. نادية: وما هما يا يسري؟ يسري:
إما أنه قد تعرض لخسارة شديدة في عمله، وإما أن هناك شيء قد حدث بينه وبين زوجته. ثم أردف قائلا: وبالتأكيد شيء غير عادي كما قلت لك نادية، وكيف يمكننا أن نعرف ذلك؟ يسري: بالنسبة لعمله سأعرف كل شيء عنه خلال يومين على الأكثر. وبالنسبة لميسى عليك أن تحضريها إلينا لنتحدث معها الآن. قامت نادية من فورها واتصلت بميسى وطلبت منها الحضور، ثم قال لها: لا تسأليها عن أي شيء قد يثير شكوكها فيما نفكر فيه. جلست ميسى بجوار نادية وهي تقول ليسري: خيرا إن شاء الله يا عمي. يسري: لا شيء يا ابنتي، لقد وددت أن أطمئن عليك لا أكثر. ميسى وهي تتنهد: لا جديد يا عمي، والحمد لله على كل حال. نظر يسري إلى زوجته وهو يقول لها: هل أعددت لنا بعض القهوة؟ فهمت نادية ما يعنيه زوجها، فقامت وهي تقول: سأقوم بإعدادها حالا. نظر يسري قليلا إلى ميسى ولم ينطق ببنت شفا، وقد لاحظ أنها متوترة بعض الشيء، فقال لها: ما أخبار سمير؟ ميسى: الحمد لله يا عمي. يسري: هل ذهبت إليه اليوم؟ ميسى: لقد شعرت ببعض التعب فلم أستطع الذهاب إليه اليوم. نظر إليها بشيء من الاستغراب، خاصة إنها لم تذهب لزيارته بالأمس أيضا، فسأل نفسه: كيف يمكن لزوجة أن تترك زوجها وهو في هذه الحالة ليومين كاملين، خاصة وأنه لا يوجد سبب قهري يمنعها من الذهاب إليه؟ لكنه استطاع ببراعة ضابط الشرطة المحنك ألا يظهر ذلك الشك على وجهه، ثم قال لها بلغة حانية: والله يا ابنتي لقد أصابتني الحيرة مما سمعته اليوم. ميسى اندفعت في الرد والقلق باديا على وجهها: هل تكلم سمير؟ ابتسم يسري ابتسامة باهتة ماكرة تعني أنه قد توصل إلى ما يريد، وإن كانت لم تلحظ ذلك بسبب انفعالها، إضافة إلى أن رده عليها منع تسرب أي شك إلى نفسها، فقال لها بتهكم: تكلم، يا ليته يتكلم حتى نعرف ما السبب فيما حدث له. ميسى وهي تتنهد قليلا: إذا ما هو الذي سمعته وممن يا عمي؟ يسري: أعني الأطباء يا ابنتي. ميسى: وماذا قالوا؟ يسري: إنهم في عجب من أمره، فهو يستطيع أن يتكلم بصعوبة لكنه لا يريد أن يتكلم. نظر إليها بمكر وهو يقول: إنني على يقين كامل أنه يخفي شيء خطير، وبالتأكيد هذا الشيء هو السبب فيما حدث له. ثم اقترب منها قائلا: لكن اطمئني، فهو كما قال الأطباء سيتكلم بإذن الله في غضون أيام قليلة، وقد تكون ساعات، وأعتقد أن هذا أول الطريق إلى شفائه بمشيئة الله. كان لتلك الكلمات وقع عنيف على ميسى، وهو ما بدا واضحا عليها تماما، وتأكد ليسري إحساسه وظنه الذي كان نادرا ما يخيبه. لقد أصبح شبه مقتنعا بأن ما حدث لابنه كان بسبب ميسى، وأنها قطعا تعرف السبب في ذلك. جاءت نادية بالقهوة
وهي تنظر لزوجها وكأنها تسأله: هل توصلت إلى شيء؟ وهذا ما قد تأكدت منه حينما رأت وجه زوجها نظرة تعرف بريقها تماما، إنه بريق الانتصار. طبعا اللواء يسري هو طبعا رجل مخضرم، رجل اصلا يعني ضابط شرطه محنك، وطبعا قدر ان هو يحس بحسه الامني وبحسه بخبراته الامنيه ان في شيء فعلا ميسى عارفاه ومخبياه من الاحداث او من الطريقه اللي اتبعها معها في يعني في ان هو يستشف منها الموضوع. طبعا الاحداث زي ما حضراتكم شايفين متلاحقه ويعني تحمل الكثير والكثير، وما زال هناك الكثير جدا من الاحداث الملتهبه والمثيره جدا، واللي اتمنى من الله ان حضراتكم تتابعونا للنهايه، عشان دايما برضو بنحب نسمع ارائكم وافكاركم، وبنحب دايما ان يعني نشوف رايكم ايه في كل ما نقدمه لكم. ده شيء يسعدنا وبنفتخر به تماما. اذا عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، واذا ما كنتش من المتابعين واول مره تشوفنا يا ريت تعمل اشتراك في القناه، عشان ان شاء الله نستطيع ان نتواصل وان نقدم لكم دائما كل ما هو جديد وهو كل ما يليق بحضراتكم جميعا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج مع محمد نور، وان شاء الله نلتقي في الحلقه المقبله مع حلقه جديده ومع احداث جديده من روايه بطاقه ذاكره. اترككم في رعايه الله وامنه وسلامته مع اخلص امنياتي وارق تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.